منك يا بنت العلا لم تموتي من رزايا كربلاء. اي لم تموتي من رزايا كربلاء. اي قد شهدت العالى صرعى في الفلا وحسين مفرد لا نصر له. زينب وزينب يا زينب زينب وزينب بعد كيف قدمت له. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قف بالطفوف وجد بفيض الأدمع إن كنت ذا حزن وقلب موجع. أيبيت جسم ابن النبي على الثرى ويبيت من فوق الحشايا مضجعي. تبا لقلب لا يقطع بعده أسفا بسيف الحزن أي تقطع لا أنسى. لا والله زينب إذ مشت وهي الوقور إليه مشيا مسرعي تدعو والأحزان ملء فؤادها والطرف يسفح بالدموع. هم معي أخي أين أبي
علي المرتضى ليرى انكساري للعداء وتخضعي أخي. هل سمعت بنعيك أمك زهراء حين نعيت أم لم تسمعي؟ أخي ما عودتني منك الجفا فعلى ما تجفوني وتجفو من معي؟ أنعم جوابا يا حسين أما ترى شمر الخنا بالصوت ألم أضلعي فأجابها من فوق شاهقة القناة قضي القضاء بما جرى فاسترجعي وتكفلي حال اليتامى وانظري ما كنت أصنع في حماهم فاصنعي متى صدر هذا الخطاب من زينب لما أحرقت الخيام ووقفت على التل تنادي ملاذي حسين؟ زينب احتارت يوم شبوا بالخيام نا طلعت يا أهل حريم صغار صاحت بعالي الصوت طايح وين يا حسين خدر هتك وانت غياث المستغيث عجل ادركنا لا تكون النساو لما نسمع ظليت قال بفوق لوعة وويلا قالها يا زينب باليتام لا تجي لا تكثرين من البواج تهيجي وسلي سكينة لا يذوبها ونين ولا تكثري عتب ولا تجيني بالأخمى أويلي لا تكثري عتبي وانا جثة بلا راسي قبالك والجسد بالخيل يند روح الشريعة بالكتير شوفين عب يا
يقدر على النهضة ويسيل سيف البتة. يلا نخوة بنخوة زينب صاحت دخيلك يا المقاطع بالشري لأن الندى رد تراج فوفي قطي للخيم ردي باليتامى يا الوديع تدرون بي مقطع يميني وليسا يقلها ما استحملوا أنا وويلا ما استحمل عتابك وانا جثة بلش فوق مفضوخ راسي وجسمي مقطع بالسيو غصب علي يسلبوك وعيني تشوق غصب علي بهالمخيم تسعر النار. رجعت زينب إلى المخيم وهي تنادي أنا بقيت محيرة وصفج بليدين بليدين أنا لا عباس يبرالي ولا حسين يضربوني يا أخواني يضربوني من أبكي وتهمل العين وتهمل العين وتبقى عبرت بصدري تكسر يا وتبقى عبرت بصدري الحكم والمرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. ورد عن سيد الرسل وهادي السبل أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين لقد حث الأئمة الأطهار عليهم السلام شيعتهم على التفقه في الدين ومعرفة الحلال والحرام وما يجب عليهم وما لا يجب ونهوهم أن يكون حالهم حال الأعراب الجاهلين بأحكام الدين والمعرضين عن تعلمها. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال طلب العلم فريضة على كل مسلم. طلب العلم أي المعرفة بأحكام الدين
طلب العلم أي التفقه في الدين، وكذلك ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال عليكم بالتفقه في دين الله ولا تكونوا أعرابا، فإن من لم يتفقه في دين الله لم ينظر الله إليه يوم القيامة. اللي ما يتعرف على أحكام دينه وما يتفقه في دينه ويعرض عن التعلم في أحكام الدين والتفقه في الدين، هذا يوم القيامة الله ما ينظر إليه، ما ينظر إليه يعني برحمته. فمن الواضح أننا مكلفون بالواجبات والمحرمات، وامتثال هذا التكليف لا يأتي إلا بمعرفة الواجب والحرام حتى نفعل هذا ونترك ذاك. إذا أتعرف على أحكام الدين وأتفقه في الدين وأعرف هذا واجب أفعل، أعرف بأن هذا حرام أترك، فنحن مكلفون بالواجبات والمحرمات. فالعمل من غير معرفة قد لا يحرز براءة الذمة. إذا واحد يعمل عمل وما يعرف أحكام هذا العمل قد يعرض عليه عارض يتسبب ببطلان هذا العمل فلا يحرز براءة الذمة. يدري الوضوء واجب والصلاة واجبة، يدري، لكن إذا ما يعرف أحكام الوضوء أحكام الصلاة، يدري الصيام واجب بشهر رمضان بس ما يعرف أحكام الصيام، قد لا يحرز براءة الذمة. تشوف مثلا البعض يحكم أو يبني على عمل، أكو حكم شرعي يكون في عمل يختلف عن العمل الآخر. مثلا إذا واحد صلى وبعد الصلاة لما انتهى من صلاته شاف بقعة دم بثوبه، يقولوا إذا ما انتبهت ما تدري بها قبل الصلاة وما انتبهت إلا بعد الصلاة إذا صلاتك صحيحة، إذا ما انتبهت إلا بعد الصلاة. تشوف البعض هذا الحكم يبني عليه حتى على الوضوء، انتبه بعد الصلاة شاف حاجب في موضع من مواضع الوضوء وقال أنا ما انتبهت إلا بعد الصلاة إذا صلاتي صحيحة. لا، من يقول؟ ما دام هذا الحاجب موجود في موضع من مواضع الوضوء إذن الوضوء باطل، ولما يبطل الوضوء معنى الصلاة باطلة. إذا ما يعرف وما يتفقه في هذا الجانب هذا العمل ما يحرز براءة الذمة. فالعامل على غير بصيرة كالسائر على غير الطريق، لا بد من التفقه في الدين ومعرفة أحكام الدين. هناك أهمية، أهل البيت عليهم السلام بيّنوا أهمية التفقه في الدين وحثوا الناس على معرفة أحكام الدين، ولذلك ورد عنه صلى الله عليه وآله من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا الله يريد خير بعبد من عباده يفتح له باب الفقاهة في الدين، المعرفة بأحكام الدين. وأنا بما أني أنتمي إلى دين لا بد أن أعرف أحكام هذا الدين، فهناك أهمية. ولكن مع عظم أهمية معرفة الحلال والحرام إلا أن هناك كثير من الناس قد جعلوا
المعرفة بالأحكام الشرعية آخر اهتماماتهم، بل البعض لم يكترثوا بمعرفة الأحكام الشرعية، ما يهم. لماذا؟ لأنهم جعلوا الدنيا أكبر همهم. ولما يكون هؤلاء قد أعرضوا أو لا يهتمون بمعرفة أحكام الدين الأحكام الشرعية، شنه الناتج؟ الناتج أنه تجد بأن هؤلاء لا يحسنون الوضوء، الناتج بأنهم لا يحسنون الغسل، الناتج أنه تجد بأنهم لا يعرفون كيف يطهرون أبدانهم وملابسهم من النجاسات، ما يدري. لما يكون إعراض عن التعرف على أحكام الدين، هذا يكون الناتج. إذا يجهل بأحكام الدين يكون الناتج أنه لا يميز بين الحلال والحرام، تشوفه وين ما يوقف يأكل اللي قدامه ما يسأل هذا حلال أو حرام، يأكل من حيث لا يسأل. لكن لما يتفقه في دينه لا يميز بين الحلال والحرام، فتجد بأن هؤلاء لا يهتمون. ليش؟ لأن همهم الدنيا. بينما الإمام الصادق سلام الله عليه قال: وددت أن تضرب رؤوس أصحابي بالصياط حتى يتفقهوا في دينهم. هذا يبين لك أن أهل البيت يولون اهتمام بأن يجعلوا شيعتهم يتفقهون في الدين ويعرفون أحكام الدين. يكفي هذا القول من الإمام الصادق عليه السلام: فإن من لم يتفقه في دين الله لم ينظر الله إليه يوم القيامة. واللي الله ما ينظر إليه يوم القيامة شي نفعه؟ تمر علينا كم سنة؟ تمر علينا أيام الإمام الحسين عليه السلام، أيام عاشوراء، وحتى طوال السنة نسمع هالعبارة ونقرأ هالعبارة من الإمام الحسين عليه السلام: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. ما هو الإصلاح؟ الإمام الحسين أراد الإصلاح، لكن ما الذي عمل حتى يتحقق هذا الإصلاح؟ هل فقط الإمام الحسين أراد أن يقاتل ويقتل فيتحقق الإصلاح، أو أنه لا، هناك أمور اهتم بها من أجل أن يتحقق هذا الإصلاح، مو فقط بالقتال؟ الإمام الحسين لما خرج إلى كربلاء مو من أجل أن يقاتل. الإمام الحسين لو خرج من أجل القتال يعلم بأنه يقتل ويقتل من معه وتسبى نساءه، يدري، لكن أراد أن يبين إلى هذه الأمة بأنه لم يخرج إلى العراق إلى كربلاء من أجل القتال، وإنما هدفه الإصلاح بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن تعال، شنه المواقف اللي جسدها الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء حتى يعطي هذه الأمة رسالات بالحفاظ عليها يتحقق الإصلاح؟ فلما أقرأ كربلاء، كل موقف في كربلاء علي أن أتأمل فيه، لأن صادر من إمام معصوم، من الإمام الحسين، أو يصدر من الإمام زين العابدين، أو من الحوراء زينب، أو من أبي الفضل العباس، أو من علي الأكبر. هالمواقف لما تصدر هذه مو صادرة من إنسان عادي، بالتالي تحتاج إلى تأمل. لما أقرأ في كربلاء إلى أن الإمام الحسين سلام الله عليه لما جاء وقت صلاة الظهر صلى صلاة الظهر يوم العاشر في أول وقتها، مع أنه يعلم بأن القوم لا يتركونه،
وبالفعل رموه بالسهام. ومع ذلك الإمام الحسين أصر إلا أن يصلي الصلاة في أول وقتها. الإمام جاء يريد يبين أنه بالحفاظ على الصلاة يتحقق الإصلاح. ولما أقرأ مثلاً موقف الإمام الحسين عليه السلام مع علي الأكبر سلام الله عليه، تقول سكينة ابنة الإمام الحسين: كاد أبي أن يحتضر عند جسد أخي علي الأكبر. يحتضر يعني يموت. فخافت الحوراء زينب على الإمام الحسين، خرجت تنادي: وولداه وعليا. سوى الإمام الحسين من معزة علي الأكبر ومكانة علي الأكبر في قلب الإمام الحسين، كاد الإمام الحسين أن يموت، لكن لما طلعت زينب سوى ترك علي الأكبر ورجع إلى الخيام. جاء إلى الحوراء زينب، قال: أخي زينب، ألا تعلمين بأن خدرك أعز علي من ولدي علي؟ يعني جاي يقول الإمام الحسين بالحفاظ على الحجاب يتحقق الإصلاح. لما أقرأ في كربلاء وأشوف مواقف الإمام الحسين مع العباس وشلون معاملة الأخ مع أخيه، أعرف بأن الحفاظ على الأخوة سبب من تحقق الإصلاح. لما الإمام الحسين على علو شأنه ومكانته، سيد الخلق في زمانه، حجة الله على خلقه، وإذا يقول للعباس: اركب بنفسي أنت، هالمعاملة بين الحسين والعباس، بين الحسين وزينب، زينب والعباس، العباس ويا زينب، يبين العلاقة أن الأخوة مو رخيصة. اللي للأسف بهالزمان أقل شيء البعض قطع أخوه. لما أقرأ وأشوف أن الإمام الحسين عليه السلام دعا على عمر بن سعد لما أراد الأكبر أن يقاتل، ودعا على عمر بن سعد وقال له: قطع الله رحمك كما قطعت رحمي. لما الإمام يشير إلى هذا الجانب جاي يبين أهمية صلة الرحم، وبها يتحقق الإصلاح. فمثل هالمواقف اللي حث عليها الدين وأراد من هذه الأمة أن تتعرف على مثل هذه الأحكام وعلى أن يتفقهوا في دينهم، بذلك يتحقق الإصلاح. الالتزام بالدين، بما أني أنتمي إلى دين لا بد أن أتعرف على أحكام هذا الدين حتى أؤدي ما أمرني به هذا الدين كما يريد الله عز وجل. أما أصلي صلاة وما أعرف أحكامها، أعمل عمل ما أعرف أحكامه، قد لا يحرز براءة الذمة. اهتم أهل البيت اهتماماً بالغاً في توجيه هذه الأمة على أن يتفقهوا في دينهم. فاش كثر أنتجوا من علماء حتى يعلمون الناس. الإمام الحسين سلام الله عليه أحد أهل العلم حفظه الله يقول: إذا أردت أن ترى أبواب العلوم التي لا تخطر على بالك، تأمل في خطب الإمام الحسين في كربلاء. الكلام صادر عن معصوم، بالتالي يحتاج إلى تأمل. الإمام الحسين في كربلاء كم خطبة خطب؟ 3 خطب. خطب في كربلاء يوعظ ويرشد ويعلم ويوجه الناس، لكن هؤلاء مهما خطب فيهم الإمام الحسين ومهما علمهم
إلا أنه ما يكون جوابهم للإمام إلا أن يا حسين إنا لا نفقه ما تقول. أمام المقاتل، ليش؟ لأن هؤلاء استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. بعد يقول الإمام الحسين عن هؤلاء القوم: بطون ملئت بالحرام. دول ما يميزون هذا حلال لو حرام، ما عندهم التفات بالدين وتعاليم الدين، لا يلتفتون إلى الحلال والحرام، ويكون هذا الناتج. وطبعا الإمام لما يقول بطون ملئت بالحرام جاي يبين الناتج من أثر لقمة الحرام، إلها آثار كثيرة، تسبب سوء الخلق، تذهب الغيرة من الرجل والمرأة. والإمام الصادق عليه السلام يقول: لحم النبت على الحرام النار أولى به. فلأن هؤلاء لا يميزون بين الحلال والحرام امتلأت بطونهم بالحرام، بالتالي شو ارتكبوا؟ جريمة اقشعر لها أضلة العرش، ارتكبوا جريمة بسببها اضطرب الوجود. الإمام الصادق عليه السلام يقول: كل شيء بكى على الحسين، بكته السماوات والأرضين وما فيهن وما بينهن وما يرى وما لا يرى، كل شيء بكى على الحسين بسبب الجريمة التي ارتكبوها ضد الإمام الحسين عليه السلام. وما كفاهم قتل الإمام الحسين وقتل الرجال، بل أنهم لم يرحموا حتى الأطفال. البعض يظن أن أصغر شهيد في كربلاء هو عبد الله الرضيع سلام الله عليه، عمره 6 أشهر. لا، السيرة تذكر والتاريخ يذكر بأن هناك من هو أصغر من الرضيع، مولود ولد في اليوم العاشر في كربلاء للإمام الحسين عليه السلام. أخذه الإمام الحسين سلام الله عليه يؤذن في أذنه اليمنى يقيم في اليسرى، وإذا بسهم من حرملة ذبحه وهو على يدي الإمام الحسين. لا يوجد في قلوبهم ذرة من الرحمة، بل حتى النساء عدوا على الخيام، سلبوا ما في الخيام، سلبوا النساء والأطفال. ثم نادى ابن سعد: علي بالنار حتى أحرق بيوت الظالمين. الله أكبر، جل حلم الله. أحرقت الخيام، فرت النساء والأطفال في البراري، ولكن من الذي قام بهذا الحمل من بعد الإمام الحسين؟ برعاية العائلة، بكفالة العائلة، زينب عمرها 56 سنة تكفلت برعاية العائلة، مفجوعة بكل أهلها، مثكولة بكل أهلها، بين أعداء لا يوجد في قلوبهم ذرة من الرحمة، تكفلت بالعائلة. أم المصائب، لقبها النبي بأم المصائب. لما ولدت الحوراء زينب سلام الله عليها، وصار النبي يقبلها وهو يبكي، وسألته فاطمة: أبا يا رسول الله، مما بكاؤك؟ لا أبكى الله عينيك يا أبتا.
قال: بني فاطمة اعلمي أن هذه المولودة ستبتلى ببلايا يرد عليها المصائب والرزايا. وعاد اشلاقت زينب منذ أن كان عمرها 5 سنوات وهي ترى الفجائع والآلام، كأني بها بلسان الحال تقول: أنا زينب تعلي حام الدخيل من صغر سني وأنا متمرمرة. أريدك تسمع هالكلام من لسان زينب: من الطفولة فاقد الهادي الرسول وعلى فراق دنيتي متكدرة، مصيبة أمي فاطمة الزهرة البتول بعيني شفت أضلاعها متكسرة. 18 عمر أمي ويقتلوها ليش؟ 18 عمر أمي ويقتلوها ليش؟ بعصرة وبسطرة ونار موجرة. وشفت محسن طايح ودم يسيل وأم تصرخ والدموع من الثرى. وشفت أبويا مقيد بقيد ثجيل صعب أحكي هالوضع واتصور. عندك حاجة لو لا؟ والحسن وويلا بمسجد الكوفة شفت بويا طريح هامت بعيني شفتها مطبرة. والحسن شبد بطشيت مسموم أخوي وبالسهام جنازته متوذرة. ويلي بكربلاء شفت العجب بعد الحسين الشافت عيوني فلا شافت مرم. حضر قلبك ها واعذرني يا موالي تقول: شفت اخوي حسين عطشان وطريح وفوق صدره شمر وحزم انحرم. ايوه حسينا وبعد ذبحة داست عليه الخيول وجثته فوق الأرض متطشرة. وين الغيارة من سبي وسب وسليب شحكي وأقول وأنا ما مربوطة بحبل متيسرة. متني أسود من كثر ضرب الصياط والأشد شتم الزكية وحيدرة.
من المجالس يا خلايق راسي شاب انهتك خيدري لا تقول مخدر خلي قلبك حاضر بهالموقف الواقع بشدة عنده مشكلة حاجة مريضها بقلبك ويا زينب وقفت في كربلاء تنادي أبا الغوث أغثنا يا علي يا حاضر الشدة تتقل أبويا أبويا يا علي يا أبويا بويا يا حيدر ما تجينا وتشوفنا شلون نسبنا سبايا ونتستر بدنا بدنا والناياس تتفرج علينا وزين العباد مقيدين يبكي ويتلفت بعينه علي اللي يصيح ابو يا حسين وانا وانا ابويا انت طحت واحنا انولينا هالبيت يحرك غيرة الغيور ها اتقل ابويا يا علي يا داح الفوارس بالامس ليها دج وحارس وباشر يدخلون المجالس يلا ابيات الحاجه اللي عنده حاجه وعنده مريض واسالكم الدعاء تلتفت يمنى ويسرى ما تشوف إلا أجساد قتلايا ترفع راسها تشوف رؤوس عزوتها على رؤوس الرماح دارت بوجهها إلى الحسين تقل أخويا أخويا يا لحنين يا أخويا يا خويا تحيرت والله بيتامك بيتامك والله أنا مالي حال فرقك تقل أخويا هذا تقول عم وين عمي وهذا تقول ضيعني ابن أمي يهيج لوعتي ويزيد همي علي لك من يدير العين ليا يا علي لك من يدير العين بعدك ضعنا في يد النائبات حسرى بادي يا الله نسألك اللهم وندعوك نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وأهل بيته أغفر ذنوبنا استر عيوبنا فرج عنا همومنا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا كف أيدي الظالمين أن تصل إلينا اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بجاه محمد وأهل بيته سرج الظلمة
اللهم ادفع عنا الوباء والغلاء والبلاء بجاه محمد وآله النجباء. اللهم شافي وعافي كل مريض، اقض حاجة كل محتاج، يسر كل أمر عسير، فك كل أسير. اللهم رد كل غائب إلى أهله سالما غانما. جماعتي الحاضرين من سألون الدعاء، اللهم لا تدع منهم طالب حاجة إلا قضيت غاله، ولا مريضا منهم ومن مرضاهم إلا شافيته وعافيته. يا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، شفاء للمرضى، قضاء للحوائج، رحمة بالموتى. موتانا موتاكم، موتى المؤمنين والمؤمنات، لا سيما موتى المسببين. نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات. يا بنت العلا لم تموتي من رزايا كربلاء، اي لم تموتي من رزايا كربلاء، اي قد شهدت العالى صار